وكذا تلك الممنوحة في ظل الأحكام السابقة على أساس رخصة تسلمها الوكالة. عندنا مستثمر بدأ يستثمر، لكن في بعد هذا المستثمر بغي يحول الاستثمار تاعه إلى شخص طبيعي آخر، شخص طبيعي أو معنوي آخر، بغي يحول الاستثمار تاعه وهو مازال يستفاد فيها بالامتيازات. مثلا كانت عنده ثلاث سنوات من هذه الثلاث سنوات دسالات امتياز، ومن بعد أراد أن يحول هذا المشروع تاعه إلى شخص آخر، هذه السنتين اللي باقية يستفاد منها المستثمر الجديد، يعني يواصل الامتياز للحصول على الامتياز إلى نهاية المرحلة هذه. الملاحظة الشباب لا يمد رخصة تسموها اوتوريزاسيون دو سيسيون دي زافونتاج، هذه هي اللي يقصد بها هذا الباب، الباب السابع اللي راه يهضر على حق التحويل او تنازل السلع والخدمات. السيسيون دي زافونتاج تمدها لوتوريزاسيون سي لي كليشي كي ابيليتي، كما حنا نقولوا الشباك هو المخول المؤهل قانونا باش يمد هذه الرخصه، وتو او بما يسمى الترخيص، ترخيص تحويل الامتيازات لشخص اخر. استفاده من ضمان